اليوم نستعرض لكم أفضل 5 تطبيقات حصرية لتحرير الفيديوهات وإضافة التأثيرات عليها على منصة الأندرويد. أهلا في ابتكار. تطبيق باور دايركتور يوفر نفس واجهة المستخدم التي تتيحها برامج تعديل الفيديوهات على الحواسيب الشخصية، بحيث يضم هو الآخر الجدول الزمني وخاصية الفيديوهات المتوفرة في الجزء العلوي الأيسر وميزة المعاينة في أعلى اليمين. هذا التطبيق يعد واحد من الخيارات الأكثر تقدماً، ويمكنك سحب المشاهد حسب الحاجة وإضافة المقاطع الصوتية وإدراج النصوص واختيار العديد من التأثيرات المتاحة، فضلاً عن تطبيق الفلاتر على مقاطع الفيديو الخاصة بك، علماً أنه يمكنك إخراج الفيديوهات بدقة HD أو بدقة Full HD بعد شراء المشتريات داخل التطبيق، والتي تكلف نحو 5 دولارات أمريكية. ويمكنك أيضاً نشر هذه الفيديوهات على اليوتيوب أو الفيسبوك عند الانتهاء منها. التطبيق الثاني أندروفيد، الذي يأخذ نهجاً معاكساً للتطبيقات الأخرى المتخصصة في تحرير الفيديوهات، فهذا التطبيق يضم واجهة مستخدم فريدة. التغيير في المظهر لا يعني أنك لن تستطيع الحصول على العديد من الوظائف التي تتيح لك تعديل مقاطع الفيديو الخاصة بك. لا يزال بإمكانك قص مقاطع الفيديو وإضافة المقاطع الصوتية والمؤثرات. في الحقيقة هذا التطبيق يعد مثالياً لمقاطع الفيديو التي لا تتطلب الكثير من التعديلات. هذا التطبيق يعد مناسباً لأولئك الذين يرغبون في إجراء تأثير واحد أو اثنين وإضافة بعض الموسيقى إلى الخلفية. واجهة التطبيق تبدو غير جذابة، وإذا كنت لا تحب التعامل مع الإعلانات المزعجة فينبغي عليك شراء النسخة المتقدمة بسعر 2 دولار. ثالثاً، تطبيق كاين ماستر. إذا كنت تبحث عن تطبيق سهل الاستخدام وأكثر تقدماً فعليك تجربة كاين ماستر. هذا التطبيق يأتي مع واجهة مستخدم تقليدية، لكنه يأتي أيضاً مع تعديلات لاستيعاب شاشات اللمس والمستخدمين الأقل خبرة. هذا لا يعني أنك لن تحصل على كافة الميزات المهمة، فتطبيق كاين ماستر يقدم نفس الميزات التي تتيحها التطبيقات المشابهة. هو لا يزال يقدم الجدول الزمني والقدرة على معاينة التغييرات والقدرة على تطبيق التأثيرات والفلاتر، فضلاً عن إضافة النصوص وإلغاء الضجيج في الخلفية وإضافة الموسيقى إلى الخلفية إذا كان هذا هو كل ما تبحث عنه. النسخة المجانية من التطبيق تترك علامة مائية في الفيديوهات. لإزالة هذه العلامة المائية وفتح الميزات المتقدمة، يتوجب عليك الاشتراء بسعر 5 دولارات شهرية أو 40 دولار سنوياً. رابعاً، تطبيق ويب فيديو هو واحد من التطبيقات القليلة التي تقوم بتحرير مقاطع الفيديو في السحابة، وهذا ما يسمح بتعديل الفيديوهات في الحواسيب الأكثر تقدماً للشركة المطورة وعرضها للمستخدمين على أجهزتهم المحمولة. الجانب السلبي في هذا النهج هو أنه يتوجب عليك الانتظار حتى يتم رفع مقاطع الفيديو قبل أن تبدأ مهمة التحرير، وعليك أن تثق بنقل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى خوادم الشركة المطورة للتطبيق، ثم عليك إعادة تحميل كل شيء عند الانتهاء من ذلك. إذا كنت تعتقد بأنه يمكنك التعامل مع كل ذلك، سيكون بإمكانك بعد ذلك التعامل مع الواجهة الحديثة لهذا التطبيق سهلة الاستخدام والصديقة لشاشات اللمس. خامساً، تطبيق VidTrim يتيح لك الوصول إلى العديد من ميزات تحرير الفيديوهات مثل قص الفيديوهات ودمجها مع بعضها البعض وإضافة التأثيرات المختلفة، فضلاً عن مجموعة من الميزات الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، هذا التطبيق يتيح لك مشاركة أحدث مقاطع الفيديو التي قمت بتعديلها في العديد من المنصات على شبكات الإنترنت من خلال التطبيق نفسه. انتهينا من عرض التطبيقات الخمسة، الروابط تجدها أسفل الفيديو، ونتمنى مشاركة الحلقة مع أصدقائكم لدعمنا، وشاركونا اسم أكثر تطبيق أعجبكم، وانتظرونا إن شاء الله في حلقة جديدة من ابتكار. إلى اللقاء.